السلام عليكم حكمة الغرب فلاسفة أثينا المعلم الأول الفيلسوف أرسطو وصلنا بحلقة يوم أمس إلى الفيلسوف فرانسيس بيكون فرانسيس بيكون وجه نقدين أساسيين للفيلسوف أرسطو أولهم قال أن فيزياء أرسطو أصابها الكثير من المفاهيم الخبيثة الخاطئة والنظريات المشوهة كان فرانسيس بيكون محق في هذا الأمر رغم انه لم يكلف نفسه عناء تفنيد اي من تلك المسائل بنفسه. النقد الاخر اللي وجهه بيكون الى ارسطو انه ارسطو كان دائما يتجاهل الحقائق دائما يزدري فكره الملاحظه لماذا؟ لانه ارسطو كان ملتزم التزام اعمى بالنظريات التي وضعها هو بنفسه. كانت هذه هي اشد الانتقادات التي وجهها الفيلسوف فرانسيس بيكون الى ارسطو، ولكنها تجافي الصواب تماما، رغم انها تتردد ليس فقط على لسان بيكون، ولكن على كثيرين من هؤلاء الذين لم يعبؤوا بقراءة ما قاله ارسطو قبل ان يرددون تلك الانتقادات. ارسطو نفسه يقول بعد ان انتهى الى نتيجه خاطئه بخصوص حشرات النحل العامله اللي تكلمنا عنها بحلقه يوم يوم امس. يقول ارسطو تبدو هذه تبدو هذه هي حقيقه تكاثر النحل اعتمادا على الحكم النظري وما يعتقد وما يعتقد انها حقائق متعارف عليها في هذا الشان ولكن لم يؤمن الناس بها حق الايمان. واذا كان الامر كذلك يجب ان نمنح المصداقيه الى الملاحظه لا إلى النظريات. يمكن أن نمنح المصداقية إلى النظريات في حالة موافقتها للحقائق الناتجة عن الملاحظة، هذا كلام أرسطو. إذن بصفة عامة نجد أن الفيلسوف أرسطو يكتب في موضع آخر يقول يجب أن نتحقق مما قلناه سابقا ثم نقوم باختبار صحته بمقارنته بحقائق الحياة. إذا وجدناه يتفق مع حقائق الحياة علينا إذا أن نقبله وإذا تعارض معها فلا مفر من التسليم بأنه محض حديث نظري. هذا الكلام بالنسبة لأرسطو هو ليس مجرد عبارة يوضح نيته بل إنها تشير بكل دقة إلى منهج. هذا المنهج الذي اتبعه أرسطو في أعماله العلمية التي لا تزال موجودة لحد اليوم. والحق إن الفيلسوف أرسطو كان يحرك الفضول هذا الفضول المتفتح للعلم نفس الفضول اللي حرك أعضاء الجمعية الملكية اللي انتقدت أرسطو لكنهم لأنهم اعتبروا أنفسهم أصحاب فكر ثوري حاولوا أن يقنعوا أنفسهم بغير ذلك وشنوا هجوم عشوائي اي شعواء حرب شعواء ضد أرسطو لكن مع ذلك لم يكن ما يحتاج الى التعديل هو المنهج الذي اتبعه ارسطو بل النتائج التي توصل اليها والتي لم يستطيع ان يقوم ارسطو بتعديلها لانه مات قبل 2000 عام لم تكن عند الاجهزه كما سنرى التي ممكن على سبيل المثال في علم الفلك حتى تجنب اخطائه وايضا بكل الاحوال ليس خطا ارسطو ان تتحول افكاره وظنونه إلى عقائد مقدسة يتبعونها أتباعه ومن جاءوا من بعده هذا ليس خطأ مع ذلك سوف نجد إن غاليلو فهم أرسطو نقد أرسطو أفضل من بيكون كيف علي غاليلو أقر إن الفيلسوف أرسطو لم يعترف بالتجربة هذه التجربة اللي تضمن لك طريق الوصول إلى نتائج المسائل الفيزيائية فقط لا ليس فقط بالتجربة بل قدم التجربة على غيرها على سبيل المثال البقع الشمسية توجد بقع في الشمس هذه البقع عندما اكتشفها غاليلو عن طريق التلسكوب قوضت لك الصورة التي رسمها أرسطو للعالم هذه الصورة التي ظلت للسماء محل اجلال قبل ان ياتي غاليليو لاكثر من الف عام ارسطو سبق ان قال يقول ارسطو على مدار العصور التي خلت حتى اخر يوم سجلته صحائفنا التاريخيه يبدو انه لم يطرأ اي تغيير على السماء العليا هذا ماذا يعني؟ هذا يعني انه شيئا لم يحدث بتاتا للنجوم والشمس وغيرها والكواكب هي هي استنتج ارسطو في نهايه المطاف ان الشكل الوحيد للتغيير الذي نستطيع ان نلاحظه هو فقط خارج الغلاف الجوي للارض وهو الحركه الدائريه المطرده هذا بالضبط ما يفسر لك التباين الجذري بين عالم الارض المضطرب وعالم السماء الصافي الهادئ الذي لا تغير هذه الفكرة لأرسطو توافقت توافق جدا كبير مع من؟ مع الأغراض الدينية في العصور الوسطى لأن هذا التقسيم بين الأرض والسماء يتسق بشدة مع ما جاء في الكتاب المقدس لكن نرجع لغاليليو الغاليلو عندما الغالي نظر غاليلو من منظاره ورأى بقع شمسية هذه البقع الموجودة في الشمس غير منتظمة الشكل تدنس سطح الشمس ادرك حينها ان السماء ليست بهذه الصوره المثاليه والكمال ليست بهذه الصوره من الهدوء وانها لم تعد باي حال من الاحوال صوره مثاليه للشمس بالتالي ادرك أن فكره ارسطو حول الارض والسماء مؤكد انها ستتغير لو كان ارسطو عنده منظار او نفس المنظار اللي موجود عند غاليلو ينظر به الى البقعه الشمسيه ما كان سيغير رايه ولا كان في وقتها على القساوسة الذين أتوا من بعد أرسطو هؤلاء المتفلسفين اللي أتوا في العصور الوسطى أن يبحثون عن نظريات أخرى يعلقون عليها خياراتهم الدينية مؤكد نحن لا نستطيع أن نقطع بأن أرسطو كان سيغير رأيه لو نظرة في منظار له ولا بقعة شمسية لكن مع ذلك لا يوجد أي سبب منطقي للاعتقاد بأن أرسطو كان سيرفض تغيير رأيه رغم كل فاننا نجد ان هناك فارق جوهري كبير ثوري بين منهج ارسطو منهج ارسطو في المعرفه العلميه والمنهج الذي تبناه الفيلسوف فرانسيس بيكون يتمثل في موقف الرجلين من التكنولوجيا كيف ارسطو لم تكن لديه ادنى فكره عن هذا الامر كيف لانه كانت معرفه الطبيعه هي عباره عن غايه مرغوب فيها في حد ذاتها مع نفس الطبيعة لم يكن لها أي شأن باختراع أدوات أجهزة ماكنة التي توفر الجهود والطاقة وال... وتساعد الإنسان لم يكن الأمر كذلك على العكس من عنده بيكون بيكون كان رسول المجتمع التكنولوجي مع العلم أنه بيكون لم يكن منخرط في العلم تماما الانخراط لكن مع ذلك كان يظن بشكل من الاشكال ان العلم هو وسيله للوصول الى راحه الانسان الى مراد الانسان الانسان عندما يستحوذ على الطبيعه الطبيعه الام يجب ان تخضع للانسان الطبيعه يجب ان تلبي احتياجات الانسان اذا في سبيل تحقيق هذه الغايه في سبيل تنفيذ هذا المشروع اكد بيكون على ضروره اجراء مزيد من التجارب، ضروره القيام بمزيد من الملاحظات المنهجيه على الطبيعه الى جانب ايضا تعزيز التعاون العلمي من اجل ان نستفيد من الطبيعه، هذا الامر لم يكن موجود عند ارسطو بالتالي فيما بعد بيكون سوف يتم العلم يت... يبدا يتسارع الاجهزه الكهرباء المحرك باكملها يتم اكتشافها من اجل الاستحواذ على الطبيعه هذا الامر لم يكن جديد في حد ذاته لكن مع ذلك جهود بيكون في هذا المضمار مثلت لك مسار اصلاحي طيله تقاليد العصور الوسطى انهتها اذا فكر فيلسوف فرانسيس بيكون كثيرا في الطرق التي يستطيع من خلالها ابراز بيانات المسائل التجريبيه وتقييمها لكن مع ذلك لسوء حظه لم يكن هو بنفسه يجيد ذلك الامر لكن مع ذلك مبادئه التي وضعها فرانسيس بيكون صحيحه كانت تحقق النجاح اينما ذهبت بالتالي آمن الفيلسوف فرانسيس بيكون انه بطرحه لهذه الافكار العلميه يقدم اسلوب جديد للعلم هذا الاسلوب الجديد يمكن من خلاله استبدال مبادئ المنهج العلمي التي دافع عنها ارسطو بنفس الوقت آمن الفيلسوف فرانسيس بيكون ككثير من الأجيال اللي سبقته أنه أرسطو ينظر إلى العلم على أن العلم محض اختراق لمجموعة من المبادئ العامة التي تتسم في ظهرها بالحقيقة ثم الحصول على أكبر قدر من النتائج دون الرجوع إلى الحقائق هكذا كان يعتقدون أنه أرسطو يفكر انتشرت هذه الشائعة في الوقت الذي كانت بأعمال أرسطو موجودة في تلك الفترة ما لا تتعدى بضعة أجزاء من الرسائل في المنطق فقط. أيضا كانت تعتمد على فهم خاطئ في تلك الرسائل. لأن كان يعزى إلى أرسطو آراء كثيرة لم يكن هو قد تطرق إلى هذه الآراء أبدا. كثير من الموضوعات التي كتبت على لسان أرسطو ولم يقلها أرسطو أبدا. على سبيل المثال يعتقد كثير من دارسين مسرح ان ارسطو يشترط من اجل نجاح المسرحيه الجاده الماساويه من اجل ان تكون المسرحيه الماساويه يعني ناجحه اذا يجب ان تراعي ما نطلق عليه الوحدات الثلاث وهي يجب ان تراعي وحده المكان وحده الزمان ووحده الحدث بمعنى انه العمل المسرحي يجب ان يصور حدث رئيسي واحد في مكان واحد وان لا يستغرق زمن اكثر من وقت المسرحيه وقت العرض المسرحي ارسطو لم يقل هذا الكلام هذا الكلام وضع هذه القواعد وضعها احد النقاد الايطاليين في القرن السابع عشر تعليقا على اراء ارسطو ارسطو لم يقل هذا الكلام ارسطو نفسه لم يكن يعلم اصلا بهذه القواعد شيئا ايضا امور كثيره لم يكن يعلم عنها ارسطو عن قواعد الفلك، قواعد الفيزياء، هاي القواعد غريبه التي فرضت عليه. بالتالي وفق احد الادله الموضوعه للعامه عن العلوم ان ارسطو كان يعتقد انه الجنس البشري الجنس البشري هو الهدف من هذا الوجود بأكمله. الجنس البشري هو الهدف من وجود هذا الكون الشاسع اللامتناهي بأكمله، بمعنى انه كل ما موجود في هذا العالم في هذا الكون وجد من اجل خدمه الانسان فقط هذا خيال محض لا يمت الحقيقه باي كلام باي باي شيء باي ارسطو لم يقل هذا الكلام لكنه عرف شائع منسوب الى ارسطو ياكد تاريخ العلم انه ارسطو على سبيل المثال فسر لك سرعه سقوط الاجسام ان الجسم الهابط الاسفل يتحرك سعيدا مسرورا كل دقيقه لماذا؟ لانه وجد نفسه يقترب من من الهدف. ارسطو لم يقل هذا الكلام، كذلك توجد العديد من الامور الغريبه عند ارسطو كثيره جدا، لم يقدم تفسير ميكانيكي لمساله التسارع، هذا كلام غير صحيح. الخلاصه كثير من التشويهات، كثير من الاوصاف السيئه التي قد تطلق على لسان ارسطو يمكن ان تطول وطول وتطول كثيرا لان اذا كان الجميع هؤلاء الذين قرأوا او فهموا ارسطو يفهمون شخص ما بشكل خطا دائما مؤكد ان ذلك يرجع على خلل في هذا الشخص طيب ما هو السبب؟ السبب لربما هناك تشوش في كتابات ارسطو، ربما هناك تناقض، ربما هناك ضعف في صياغتها، ربما كل هذه الامور مجتمعه. بالحقيقه ايضا انه رسائل ارسطو لا تخلو من اي من هذه المثالب بالتالي لكن مؤكد انه عذره الاوجه لتلك التفسيرات الغريبه التي استمرت طويلا ممكن ان يكون في انه كتابات ارسطو لم تكن معدل النشر يعني كتاب مثل اصل انواع عندما نشر دارون بالطبع ثانية تلافى كثير من الامور بالثالثه والرابعه والخامسه والسادسه وهكذا على سبيل المثال يمكن ان نقول انه ترجمه اعمال ارسطو اللي تم ترجمتها للغه العربيه وبالتالي من اللغه العربيه رجعت مره ثانيه الى اللغه اللاتينيه لربما يعني هذا التتابع بالترجمه جعل بعض الالتباس من لغه الى لغه لان يعني نعرف انه ارسطو رجع الى العالم الغربي عن طريق العالم العربي لذلك كان من الصعب في كثير من الاحيان ان نفهم بعض الاجزاء او الامور اللي تكلم بها ارسطو دون ان نفهم السياق العام الذي تكلم فيه فعندما نجتزئها ربما تعطي معنى غريب لذلك هذا باكمل لا يسوغ ما يقوله الناس حتى اليوم من كلام غريب ينسبون ارسطو بالتالي هذا مؤكد هو عاقبة الشهرة العظيمة مؤكد هو عاقبة التأثير البالغ الذي أحدثه أرسطو في العالم وكذلك هذا التاثير الذي يحد من الاهتمام بقراءه ما كتبه ارسطو بالفعل انتهت هذه الحلقه وشكرا لكم